السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الحافظ الراجي، وين يعلق على تعاطف الجمهور، يعني ماشي كاع الجمهور، يعني تعاطف مع المدرب المقال يعني والهيجر. خلينا من الاتباع مساكين، كلمة عاطف الله غالب كاين، هذا المتعاطف برك هذا مكان، كاين مسكين سي مودين بزاف، كاين لي كومونتي، كاين لي منا متعارفين برك هذا مكان، والناس اللي تعرف تعرف. هذه هي كلمة عاطف مسكين الله غالب الله غالب. وزيد الشعب الجزائري كان اللي راه يدوموندي بينا باش نديرو تسجيلات، غادي نحط لكم تسجيلات خطيرة وخطيرة جدا ما بين شينوية والمسيلمة الكذاب، كيفاش يتكلموا على تشيفا ويتكلموا على انتهاء مهمة جمال برماضي، يعني والانتقال الى امر اخر من اجل اموال فقط. غادي نكشفوكم. اي اروح اقول لك اروح شنو نهدر معاكم دقيقه. شينوية، مسيلمة الكذاب، يعني ذاك عبد الله كبو كلبه، اي والله العظيم غلطتوا في الطريق. انا نقول لكم بلي غلطتوا في الطريق، غادي تهبلوا. رمضان بسلابيه، والله لا رمضان البزلابيه، أنا أقولها لكم. نتكلموا وين وصف الإعلام الجزائري، الإعلامي الجزائري حافظ الراجي في آخر تصريح إعلامي له بأن وضعية المنتخب الجزائري بالحرجة ولكنها ليست بالخطيرة على حد قوله. وعلق حافظ الراجي على رحيل الناخب الوطني السابق من على رأس العارضة الفنية، يعني الفنية للمنتخب الجزائري. وأكد وإن أكد المعلق قنوات بي إن سبورت بأن رحيل المدرب يعتبر أمر عادي في نظره، معترف بالمجهود الكبير الذي بذله خلال طيلة الفترة إشرافه على تدريب الخط خلال 5 سنوات الماضية، ولكن كما نجح فشل. هذه هو نجح وفشل. وقال حافظ الراجي في هذا الصدد: المدرب كان عنده شعبية وقام بمجهود كبير ونجح، لكنه فشل في نهاية المطاف، يعني وعن تعاطف الشعب، يعني وبعض يعني من مع المدرب. قال الراجي في هذا الصدد يعني وإن هناك وإن إنهم حبوه، وهذا يشرف ويشرف الشعب الجزائري على وفائه. ويرى المتحدث بأن سوق الانتقالات المدربين في الفترة الحالية لا يتوفر على مدربين كثر، كما أضاف: نحن نبحث عن تقني ملائم لخصوصيات المنتخب ونتمنى التوفيق للمدرب القادم. وأقر المتحدث ذاته بأن المادة الخام موجودة في التشكيلة الوطنية، وأن المنتخب يملك لاعبين ممتازين بإمكانهم، يعني بإمكان أي مدرب جديد أن يكون منهم منتخب ويخوض تصفية كأس العالم بارتياحية على حد تعبيره. وقال أيضا بأنه لا أحد يمكنه أن يصف المدرب بالمدرب الفاشل أو الناجح بالمطلق. وزاد: لقد نجح كما فشل، يعني المدرب السابق نجح كما فشل مثل أي إنسان، وهذه سنة الحياة. وسبق للمعلق حافظ الراجي أن كتب في صفحته الرسمية على الفيسبوك: يبدو أن العقد الذي ربط المدرب بالاتحادية الجزائرية لم يكن معنوي مع الشعب مثلما قيل لنا، بل هو عقد مادي بحث. صح، عقد مادي هو العقد اللي قال لك بلي درت عقد، لا ماشي عقد، كان عنده عقد مادي. سبحان الله، هذه هي الناس كان غلط. باش يكون على بالي خويا. المهم حنا كيما يقول لك الله ينجحه، الله ينجحه خويا، غادي يقول له سبحان الله. هذه هي وين حافظ الراجي، وين تكلم حافظ الراجي، كي تكلم تكلم كورة خويا. حافظ الراجي تكلم كورة،
كاين اللي ولاو يتهموا على بالك باللي التسريبات اللي درناهم تاع ود مملوكه، يعني كيفاش يتكلم مع ذوك الجحاش هذوك، يهدر على بالك واحد كيتكلم حافظ الراجي. وين نعرفوا الناس اللي كانوا يوجهوا يعني في هذه الايادي الوسخه من اجل يعني كاع يطيحوا على حافظ الراجي، محسوب حافظ الراجي هو حافظ الراجي، كيما ذاك مسيلمه كذا يقول لك حافظ الراجي ما يترشح، يعني وين ترشح حافظ الراجي؟ والي اقتصادي هو رئيس اتحاديه العهده القديمه، والي اقتصادي جابوه في هذا البيريود جابوه باش ينقي، لازم مين طيح العهدة الجديدة باش تكمل، خاطر هذه العهدة هذه عهدة تاع الشام الدين عمارة، هذه عهدة كومبلي تاع الشام الدين عمارة، العهدة الجاية غادي يدخل فيها ديرك والي تصادي، هذه باش يدخل باش تدخلكم مليح في نسانكم، هذه هي. أنا نقولها لك ولدي خويا، أزيدي هذاك الكذابين الناس ولات، أنا بقول لك تكذبوا بزاف، أنت وليتوا تكذبوا بزاف، راه عندكم بزاف كذب. لا اله الا الله محمد رسول الله على بالك، لا اله الا الله، مش كيما هكا، مش كيما هكا، واحد لازم واحد يكون راجل، يعني يكون عندك مبدا، ما مبادئ ما كان لا مبادئ لا والو اصاحبي، ما كان لا مبادئ لا والو، وين اصاحبي وين؟ هاو شتا شتا، شو بير شا تقول؟ وليد اشتاز كيفاش على بالك؟ اشتاز هذي باش يكون على بالك لازم لك هذيك اليوم نقولوا بلي تشوف بلي المنتخب الوطني الجزائري وين اللي هرداتو عاطفة، لازم الشعب الجزائري يتبع، صح نبغوا اونترينر تاع اونترينر بشل، نقولوا له بشل يا ودي روح ربي سهل عليك، وحنا ربي سهل علينا، كلمة زوجي 20 عام ولا ما مشاتش المعيشة، طلقوا هذيك راح تزوجت وهذاك تزوج وجابوا ثاني وجابوا، ربي سهل على كل واحد، أودو ما بغيتو بستير ما مشاتش، ما بغاش تمشي حاجة، ما بغاش تمشي كي ما بغاش تمشي صاي سيبهم، ما بغاش تمشي بالسيبول، مدرب بروحه هو بروحه كان، والله العظيم نقول لكم كلمة، مدرب بروحه كان فايق بلي ما بغاش تمشي له، مدرب بروحه كان عارف بلي هو قال بالك نمشي بالك تمشي، نروح لكوب ديمون بالك غادي تقعد كيما هكا، يعني زبل على زبل زبل على زبل، ونروحوا نركبوا فوق زبل ونروحوا لكوب ديمون، المهم نروح بصح ماشي بتحطيم كرة القدم الجزائرية، يعني تحطيم مهازل في الاتحاد الافريقي، مهازل من يعني غلطات كارثيه يعني في التسيير في الاخرى، لا مش كيما هاك مع اللي مدرب يعني ما بغاش بريزيدو ريجي ماشي باغي يمشي معاك، ما تقلب منتخب وطني وحدك تاو كلش وفروا له كلش وخسرت انت ما نجحت سبحان الله، جيت في 7 شهور مشات لك من بعد ما بغاش تمشي، صحيح ما بغاش تمشي، انا نتبعها نخرج عندي برانسيب، واش نبكي خلوني نروح لكوب ديمون ولا الناس تضرب عليا، او نورمالمون يروح لكوب ديمون عنده 6 نقط، سير عنده 6 نقط نورمالمون يروح لكوب ديمون، تاع الكوت ديفوار مي طردوه برومي تور باهي عنده 6 نقط، واش 6 نقط عنده، تاع تونس عنده 6 نقط، تاع مصر عنده 6 نقط، اي اي وقت ولا درتو كاع بكاش، خرجت هذيك مرت قاسامة قالت لهم ما تنساوش بلي 6 نقط تاعها، حاو 6 نقط تاعها على باطل كان يخلص، حتى وين راح غادي يدي دراهم، راح غادي يخلص 3 شهور 4 شهور تاعه، ماتو عمرو ما حاجة تشوفو فيها يديلك هاك، لا أنا شيطان أصاحبي وينه، حاسبين السيح لاوز الناس تخدم، نحوسو الناس تخدم خويا، هذا ملي يخدم هذيك هي، ايوي مازال كاين نجاحات ان شاء الله بربي، حنايا عندنا منتخب وتمشي معانا ان شاء الله بربي، منتخب كاين كان لي غلط يقول لك راه غادي ما تشوفوش الضوء، غادي ما تربحوش، عمركم لا تربحوا يا ودي بزاف، بزاف صوالح وين بغيتو تروحو والله ما سابناكم كاع، انا نقول لك ماشي كيما هكا صاحبي اللي قالها ولا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.